لقيناه منه من حرارة الاستقبال ومن احتضان لمدة دامت 32 سنة، وهذا ليس عفويا وإنما انطلاقا من أهداف الثورة الجزائرية ومساندة الشعب الجزائري والثورة الجزائرية والحكومة الجزائرية. وأكد رئيس الوفد الصحراوي والأمين العام لرئاسة جمهورية الصحراء الغربية أن هذه القافلة التي ستجوب مختلف ولايات الوطن تعرف بالثقافة والقضية الصحراوية العادلة. إلى تعاملات بورصة الجزائر، حيث تناولت حصة اليوم تداول سندات الخزينة العمومية. التفاصيل مع عبد الضيف الله. شهدت بورصة الجزائر اليوم تنظيم الحصة رقم 71.